كان الهدف هو إعادة إنتاج الرواية السورية حكايتنا من الجانب الثوري كيف صارت. مثل ما بتعرف بعد 10 سنوات صار في اختلاط غطى كتير عالميا وضاعت القصة، وفجأة تحولت الرواية السورية للخلفية بالأحداث، وخاصة مع الشيء اللي عم يصير هلأ بأحداث أخوة غزة مثلا وإخواننا الفلسطينيين شو عم يصير معهم أو السودان. أضف لذلك أنه اللي تورطوا وتوغلوا بالدم السوري عم يعطوا روايات أخرى مختلفة ما أنا حقيقية. لذلك نحن واجبنا كسوريين أو كفنانين سوريين بالدرجة الأولى أنه دائما نذكر بجانب على الأقل أساسي من الحقيقة اللي صارت نحن عشناه وعيشناه، وهي شهادتنا على العصر. أتصور بأن هذا الفيلم سيذكر طويلا وسيعتمد كوثيقة في القادم القريب وربما البعيد لأهميته في البزل الذي رماه وفي ربط الأحداث بين التجربة الإيرانية، التجربة العراقية والتجربة السورية وحالة صناعة ما يشبه العدو الإسلامي الذي أوصف بأنه إرهابي ولم توصف البيئات التي نشأ به، لأن هناك منظومات إسلامية نشأت في بيئات أكثر جمالا لم تقم بممارسات عنيفة. هذا يعني أن العنف يولد العنف.